اللي لي ما عرفت عمين لي اكل لا 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 مزح 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 انا يا جماعه ما ادري شو وضعي الصراحه بس اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في مقطع جديد في هذا المقطع خلونا نجرب سلاح جدا سيء خلونا نكون صريحين سلاح سيء مره بتركيبات اسطوريه تخلي السلاح خلينا نقول تخلي السلاح اسطوري تخلي السلاح هاكر اقوى سلاح اقوى حتى من التايب 25 عشان ما اطول عليكم لايك شير سبسكرايب ندخل على تركيبات سلاح الام 60 ام 60 يب ام 60 ركز بس على هذه التركيبات اللي مسند يو كي ام خفيف منظار اي منظار تكتيكي عادي شريط المقبض المرقط مخزن موسع ل 48 طلقه ومقبض هجومي امامي تركيبات اسطوريه جباره خرافيه تعلي خفه الحركه والتحكم صح تنقص الدقه بس الدقه اصلا السلاح ما يحتاج هذا الشيء عشان كذا لايك شير سبسكرايب وخلونا ندخل نشوف السلاح ونشوف المقطع في كل مكان اعطوني رايكم برضو بعد نهايه المقطع بالسلاح وبالتركيبات ويلا نبدا انا يا جماعه ما ادري شو وضعي الصراحه بس اوكي طيب اذا انت رجال وفي اهلك خير تعال هل اخذت المياه يب انا اصبروا اصبروا يا شباب لا امزح معاكم والله امزح في شيء اسمه اللوب حلو انا بديت اسيطر على الجيم لانه عندي سلاح اسطوري اصبروا طيب لنفترض فرضا وليس خلاص لا 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 امزح لانه السلاح قوي بالسكوب بدون سكوب مهزلة السلامة يبلعوا اذا فيكم خير بشوا امزح معكم اللي القصف يا جماعة والله اني ما شاء الله علي يعني سوري مع الاسف حلو شلناهم خلاص جي لانه انا عندي اقوى سلاح في عالم الباتل رويال حلو شلنا اصبر امزح معك والله امزح اوكي في شيء اقول لك كم النتيجة بس اكثر من النص ايوه لا امزح حلو شلناهم يا جماعة بس امزح معهم بطلنا مزح خلاص اسفين امزح والله امزح والله والله امزح يا كمبور هو ما هو كمبور بس يعني وصل متأخر تعال آسف أيوة ما أدري كيف جبتها صراحة بس أوكي جي جي بس اصبر أنا ليش أبوش وفي ناس امزح معك امزح معك يا زبالة المجتمع لا 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 الايم عندي مضروب امزح معكم لا 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 امزح 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 ثاني بمسدس لا 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 امزح 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 قول لي اوكي انا وكلبي شلنا ثلاثة ما عندي
اوكي يا جماعة والله ان الكلب اسطوري، حتى السلاح اقوى من الفاماس بس عادي. خلونا نبش. ما ادري كيف جبتها صراحة، بس اوكي السلاح ما ينفع نسكوب، بس انا طورت على نسكوب. حلو بدينا نسيطر. لا امزح والله ما اروح، امزح معكم يا شباب. الحمد لله اني يعني ما ادري كيف جبتها. بس اصبر شوي. حلو خلاص الان محتاجين حماية يا تيمي. هذه افضل حماية. ابلع حماية. خلاص اتحدى احد يوصلكم. هذه الحماية يا تيمي اسطوري. لا وهذه حماية بعد. بس انتم فوزوا، فزنا. جيجي الاقوى سلاح في التيم. مهارة عميل يا كلب. هذا يا جماعة المنطقة سيطرنا عليها وبجدارة. لا كيف؟ اوكي تفجرنا من اللغم، اصلا انا حيوان. انت اللغم في هذا المكان. خلاص سيطرنا، مع السلامة. خلينا نربيهم شوي. لا حلو شلناه يا جماعه. ارجعوا سيطروا على العالم. اصبر في احد فوق؟ ما في احد صح؟ لا اذا ما في احد عادي نبش. حبيبي شلتك. اللي بعده يلا. لا انت عديت. لا 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 اصبر عمر. وين متنا بالنيد؟ متنا بالنيد. احلى يا اخي والله، احلى من نشيل. ابعد يا اخي انت. اوكي انا فجرتها باللغة، بس انت الغلطة يا اخي. ليش اوكي انا الام في بي المرة الثالثة على التوالي يا اخي والله اني اسطورة. اللقم تخيل تفجر باللقم يا اخي. لا واخر كلها يا اخي والله حرام. اوكي عذرا عن الازعاج، بس اوكي هنا وصلنا نهاية المقطع. وبس والله يا شباب هنا وصلنا نهاية المقطع. لايك شير سبسكرايب، واعطوني تركيبات او اعطوني رايكم بالتركيبات، والسلام عليكم.